أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالعربية تمام في البداية أقدم كلمة الشكر والتقدير على خدمة وجهدكم كبيركم بهذه المناسبة مناسبة مفيدة وإن شاء الله سنأتي الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في أيام الناس ونحن أمامكم كاللجنة للمنظمة لكي نشكركم ونؤتي إليكم شهادة التقدير لأننا نحبكم في الله ونحن نريد أن تأتون إلينا مرة أخرى إن شاء الله في السنة القادمة وفي المستقبل. هذا السنة كما تعرفون سنة 100 سنة بعد اعتراف الإسلام كدين رسمي، وإن شاء الله سنة القادمة عندنا أيضا يوجد 30 سنة من افتتاح هذا المركز. هذا النور لهذا المدينة وهذا الدولة ليس فقط للمسلمين لكن لجميع الناس، وهذا أيضا بالنسبة للمسلمين في كرواتيا وخاصة في زاغرب الحفلة سيكون حفلة كبيرة إن شاء الله. وإن شاء الله نحن سندعوكم مرة أخرى إن شاء الله سنة القادم. والآن أنا أريد أن أقدم شهادة التقدير شهادة أمام المجلس الإسلامي وأمام المشيخة الإسلامية وكل المسؤولين والموظفين الذين يشتغلون ويخدمون هذه المناسبة. وبترتيب أي ترتيب الشيخ خالد إخواننا جزاكم الله خير. طبعا هذا زين هون تتفاهم ما شاء الله 18 سنة هو عود في لجنة التحكيم. جزاك الله خير. الله
طبعاً فضيلة الشيخ عزيز أليلي رئيس لجنة التحكيم. أعمل عليك يا Velika hvala za naše braće iz Turkish Airways koji su stvarno koji stavno sa nama. Tu i njova nagrada prošle godine nisu primili, pa mi ima da dijelimo da ovu godinu. Čak, čak. Barek Allah. Pa je šukur kebir, kje dalek. Ja sam svoj last year. Jedan tjetit, ima tu brode. أخونا الشيخ بايرم أحمد من جمهورية بلغاريا من مركز تحفيظ القرآن أبا أيوب الإنصاري حقيقة لهم شكر كبير دائما معنا ولكن أهدى ناس تأتي وأهدى ناس تذهب لا يكلفون شيئا بسيارتهم والشكر الكبير لسعادة الأستاذ بايرم أحمد رئيس المركز حافظا السلام عليكم أين أنت طبعا اخونا الحكم اللجنه في حفر في الشيخ ممكن اعطيك تحت الشيخ اسمع خليه يصورها نظام جيكيتش زابوركو كترولا 3 زعفر لا دافيد دور باب وتس شويه ياسر ممكن صور بدل ياسر طبعا قناة أهل القرآن من المملكة العربية السعودية يتسلمها الأستاذ ياسر فرج المخرج ومدير البرامج والمعد لجهده الكبير وإخلاصه لهذه المصارفة لا في الشيخ جاهزة خاصة له كمان لا صوت القناة طبعا في الاخر للمدرسة الاسلامية في المركز الاسلامي زاغرب طبعا يتسلمها المفتي هو رأس الهرم انا اسلمه اياه ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير افتحوا